مرحبا بكم أعزائي في زيتونة الأورال ميديسن. إحنا الحمد لله في هذه المرحلة خلصنا المايكروسيتيك أنيمياز والنورموسيتيك أنيمياز، وجيت دور نتكلم على المايكروسيتيك أنيمياز. وحطينا تحت عنوان المايكروسيتيك أنيمياز دي ثلاث عناوين: الفيتامين بي 12 ديفيشنسي أنيميا، الفوليت ديفيشنسي أنيميا، والبرنيشيس أنيميا. طيب إحنا في معلومة بس محتاجين نعرفها قبل ما ندخل في التفاصيل، إن البرنيشيس أنيميا ما هي إلا نوع من أنواع الفيتامين بي 12 ديفيشنسي، بس ليها تاتش مختلف شوية عن كل الفيتامين بي 12، واحنا هنعرف احنا ليه ميزناها باسم مختلف كده وسميناها اسم كانها يعني مش من بقيه اهل الفيتامين بي 12، بس هي فيتامين بي 12 ديفيشنسي انيميا بس ليها سبب مختلف شويه. طيب ايه حكايه الماكروسيتيك انيمياز؟ احنا زي ما احنا شايفين في الصوره كده، السيلز بدل ما كانت رشيقه وجميله وكيوت في نفسها، لا بقت كبيرة، بقت ماكروسيتك، بقت ميجالو بلاستيك. يعني احنا دي اسامي بس بنعبر بيها عن حجم السيلز ازاي كبرت عن الطبيعي. طيب هي ليه تكبر عن الطبيعي في الفيتامين بي 12 ديفيشنسي او الفوليت ديفيشنسي؟ قالك والله الفيتامين بي والفوليت، اصلا فيتامين بي 12 والفوليت هما الاثنين كانوا مهمين جدا 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 في تكوين الدي ان اي، فبالتالي لما بينقصوا الدي ان اي ما بيبقاش تكوينه كويس، وبالتالي النيوكليوس بتاعت السيلز، هو الدي ان اي قاعد جوه نيوكليوس، فالنيوكليوس بتاعت السيلز بتبقى اصغر من الطبيعي والسيتوبلازم بيبقى اكبر من الطبيعي، فبالتالي السيلز بتبقى كلبوزه اكتر من الطبيعي بكتير. طيب بيبان ده فين؟ بيبان في السيلز اللي بترينيو اسرع من بقيه الجسم. يعني في سيلز في جسمنا بيبقى التيرن اوفر بتاعها اعلى، يعني هي بتجدد نفسها اسرع من بقيه السيلز. زي ايه؟ زي البلود سيلز كلها، الوايت بلود سيلز والريد بلود سيلز والبليتلتس، وزي الميوكوزال سيلز. دي سيلز برضو بتجدد نفسها بانتظام، يعني بتجدد نفسها بسرعه. طيب فده بيبان فيها قوي مشكله نقص الفيتامين بي 12 او الفوليت. اتفقنا ان هما الاثنين تقريبا بيعملوا نفس الوظيفه، يعني نقدر نقول ان الاثنين اخوات. الاثنين اخوات بس مش توأم. ليه بقى مش توأم؟ عشان الفيتامين بي 12 بيقدر يعمل وظيفة الفوليت ما بيملوش دعوة بيها، هو بيبقى ليه وظيفة في الحفاظ على النيرفز. تمام، هناخد يعني تاتش من الموضوع ده، احنا مش هندخل في تفاصيل طبعا تاني، احنا مش دكاترة بطنة، بس هنعرف معلومة عن الموضوع ده قدام سنة يعني. طيب اتفقنا انه السيلز هتبقى كلبوزة اكتر من الطبيعي، واتفقنا ان ده هيبان في السيلز اللي بيتعمل رينيوال اكتر من يعني اسرع من بقية السيلز، زي الريد بلاد سيلز اهو احنا شايفين كان حجمها ايه وتخنت بقت شكلها ايه. النيوتروفيلز بدل ما كان شكلها صغير وكيوت، لا بقت كبيرة اكبر من الطبيعي. طيب احنا نرجع بالذاكرة ايام ما كنا بنتكلم على قصة حياة الريد بلاد سيلز، وقلنا ان هي دليفري بوي بيعدي في شوارع كبيرة وحواري ضيقة، بيعدي في ارتريز كبيرة وكابيلاريز صغيرة، فبالتالي لما بيعدي في كابيلاريز صغيرة هو لازم يكون حجمه طبيعي، ولازم يكون كومبريسبل علشان وفليكسبل يدخل جوه الكابيلاريز الرفيعة دي ويقدر يوصل الاكسجين لكل حتة في الجسم. طيب وات اف لا هو ما بقاش حجمه طبيعي، هو كبر عن الطبيعي، هيحاول يحشر نفسه، هيحصل له ايه؟ هيحصل له رابتشر، هيحصل له هيموليسيس، ومع الهيموليسيس هيحصل جوندس، مع الهيموليسيس كتير قوي لو الدنيا سيفير قوي 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 ديفيشنسي هيحصل هيموليسيس كتير قوي، وبالتالي هيبقى فيه مفيش اكسجين كفايه في الجسم. طيب فالسيلز هتعمل ايه؟ زي ما اتفقنا بقى في اول مره اتكلمنا على قصه حياه الريد بلاد سيلز، هتبعت لل قصة الحياة هتلف يعني، وفي الاخر ان البون مارو هيجيلها نداءات يا جماعة احنا عايزين ريد بلاد سيلز، عايزين ريد بلاد سيلز. هتعمل ايه؟ هتعوض ده بانها تعمل ايه؟ هتكبر البون مارو، فاتفقنا ساعتها هيحصل ميدالري اكسبانشن. تمام، ده مش الطبيعي في حالات الماكروسيتيك انيمياز لانه ده بيبقى في السيفير فورمز بس. طيب اتفقنا ان الفيتامين بي 12 بيعرف يعمل وظائف الفوليت ما بيعرفش يعملها، ان هو بيحافظ على النيرفز، فبالتالي لما يبقى فيه فيتامين بي 12 ديفيشنسي ساعتها بيبقى فيه نيورولوجيكال سيمتومز اساسا بتبقى باراثيزيا، البيشنت هيحس بتنميل. طيب ده هيبان في الفوليت ديفيشنسي؟ لا، معنى كده ان تقريبا السيمتومز بتاعت الفيتامين بي 12 ديفيشنسي هي السيمتومز بتاعت الفوليت. احنا دول مش اتنين ديزيزز هناخد كل واحد لوحده ونفهم كل واحد لوحده، لا هما الاثنين تقريبا نفس السيمتومز، اللي بيفرق بس ان الفيتامين بي 12 ديفيشنسي بيبقى معاها نيورولوجيكال سيمتومز. تمام، طيب خلينا نشوف قصة حياة الفيتامين بي 12 ده اصلا بيدخل جسمنا ازاي وبيوصل لنا ازاي علشان نفهم هيحصل ديفيشنسي ازاي. طيب احنا قصة حياة الفيتامين بي 12 احنا بناخده بندخله جسمنا ازاي اصلا؟ بيدخل جسمنا
عن طريق اللحوم ومنتجات الألبان، تمام كده، لحوم وبيض ومنتجات الألبان. وبعدين بيدخل من البق للأسافجس للستومك، بيدخل حاسس بالغربة مش عارف هو فين، فالستومك كتر خيرها البارايتال سيلز بتاعتها بتطلع لها مرافق اسمه الانترنسيك فاكتور، يمسك ايدها، يمسك ايد الفيتامين بي 12 ويوصلها لحد التيرمينال إليم، هناك هيحصل لها ابسوربشن تدخل البلاد ستريم. طيب دخلت البلاد ستريم عماله تتفسح جوه وصلت لحد الليفر، احنا محتاجينها، طيب محتاجين الفيتامين بي 12 فهنحوشه في الليفر. احنا كل الحاجات اللي في جسمنا الطبيعي ان احنا بنحوشها في الليفر، الحاجات المهمه بنحوشها، دي الخزنه بتاعتنا بنحوشها في الليفر. طيب حوشناها في الليفر، الليفر كتر خيره هيحوش لنا كميه تكفينا 3 سنين. حلو كده، نفهم من كده ان لو حصل ديفيشنسي مش هيعمل سيمتومز النهارده، انا عندي تحويشه تكفيني 3 سنين، تمام كده. فالديفيشنسي يوم ما يظهر له مانيفيستيشنز معنى كده ان احنا كان عندنا ديفيشنسي بقالنا 3 سنين. طيب دي القصة الحياة بتاعت الفيتامين بي 12. طب افرض بقى انه لا احنا ماشي دخلنا وحصل لنا ابسوربشن ودخلنا البلود ستريم ورحنا للليفر، لقينا الليفر بيقول لنا لا يا بنتي كتر خيرك انا عندي فيتامين بي 12 يكفيني الثلاث سنين بتوعي، انا مش محتاج، انا الستورز بتاعتي مليانه. هيحصل ايه؟ هو دلوقتي الفيتامين بي 12 في البلد، هيقول له ايه؟ هيقول له طب انا اعمل ايه يا عم ليفر، انا دلوقتي دخلت البلد اعمل ايه؟ قال له طيب بص انا ما تعيطش، انا هقول لك انت هتعمل ايه، انت اتمشى كده شويه هتلاقي الكدني، قول لها الجسم مش عايزني، الليفر قال لي ان هو مش عايزني، وهي هتنزلك في اليورين، هتعمل فلتريشن للبلد واحنا مش محتاجينك فهتنزل في اليورين، تمام كده. يبقى قصة الحياة الطبيعية بتاعة الفيتامين بي 12 ان هو بيدخل لنا من اللحوم ومنتجات الالبان، الانترنسيك فاكتور بيطلع من البارايتال سيلز بتاعة الستومك يمسك فيه يوصله لحد الاليوم، في الاليوم بيبقى ابسورب بيدخل البلاد ستريم بيروح للليفر يحوش الثلاث سنين، تحويش الثلاث سنين بتاعته والله خير وبركة. لا هو دخل بلاد ستريم والليفر كان عنده التحويشة اللي تكفيه، هيكمل خط سيره لحد الكدني ترميه هناك في اليورين. حلو كده. طيب نقدر نستنتج من كده بمنتهى البساطة بقى الديفيشنسي هيحصل امتى؟ قال لك اول حاجة احنا اتفقنا ان هو من بيجي بي بن بندخله جسمنا من اللحوم ومنتجات الالبان. زمان كان بيقول لك، في ناس بيقول لك انا نباتي، يعني ايه نباتي؟ يعني ما باكلش لحوم وفراخ وكده، لكن ممكن ياكل منتجات البان. طلع لنا بقى لايف ستايل جديد كده قال لك لا انا ستريكت فيجن. يعني ايه ستريكت فيجن؟ يعني ما باكلش اي لحوم ولا منتجات البان خالص، ده ما عندوش اي سورس في حياته للفيتامين بي 12، فبالتالي هيحصل له ديفيشنسي، هو ما عندوش اوبشن تاني، هو مش يعني ملوش مدخل تاني غير لو خد سبلمنتس بقى، بس الستريكت فيجن ده من الحاجات اللي بتبقى اساسيه انها تعمل فيتامين بي 12 ديفيشنسي. طيب تاني حاجة في خط السير كان ايه؟ كانت الستومك والانترنسيك فاكتور. طيب في حالة ان البيشنت ده عنده ديزيز في الستومك ان هي مش عارفة تطلع مثلا الانترنسيك فاكتور، او انه البني ادم ده تزاكى وقال لك انا تخين ومش عارفة اخس، طب هعمل ايه؟ لا انت دبس لي المعدة بقى، شيلها لي خالص. في حالات الجاستروتومي او في حالات الجاستريك باثولوجي، في الحالات دي طبعا الفيتامين بي 12 مش هيبقى فيه انترنسيك فاكتور، فمش هيعرف يبقى ابسورب. تالت خطوه كانت عند التيرمينال اليوم ان هو بيعمل له ابسوربشن هناك، لو التيرمينال اليوم برضو فيه ديزيز ساعتها مش هيحصل ابسوربشن. رابع خطوه قلنا الستورز بتاعه الليفر، طيب السيده دي محوشه ستورز تكفيها هي 3 سنين، طيب شي جوت بريجننت، هل الستورز دي هتكفيها هي وابنها 3 سنين؟ يعني هتكفيها هي وابنها، ولا هو ابنها هياخد الستورز بتاعتها اللي هي كانت محوشاها لنفسها 3 سنين دول فهتدخل في ديفيشنسي؟ ففي حالات البريجننسي ساعتها هيحصل انه الديماند زادت فالستورز خلاص بقت انسفيشنت. اخر اوبشن بقى اللي احنا قلنا فيه تاتش مختلف، انت هنا البيشنت ابتدى يطلع اوتو انتي بوديز، بقى عنده اوتو ايميون ديزيز، بيطلع اوتو انتي بوديز ضد الانترنسيك فاكتور او ضد البارايتال سيلز، تمام. في الحاله دي هيحصل انه مفيش انترنسيك فاكتور او البارايتال سيلز مش عارفه تطلع انترنسيك فاكتور، وبالتالي مفيش ابسوربشن للفيتامين بي 12. طيب ليه بقى سمينا ده اسم مختلف؟ ده اللي احنا سميناه البرنيشيس انيميا. ليه سميناه اسم مختلف؟ والله علشان هو اوتو ايميون ديزيز،
هو في اوتو انتي بوديز بتطلع ضد الانترنسيك فاكتور او ضد البارايتال سيلز، بس كده قال لك لا انت كمان محتاج ان انت تعلمه، يعني تسميه اسم مختلف. ليه؟ علشان هو للاسف بيبقى معاه زياده في الريسك اوف جاستريك كارسينوما. تمام، يبقى لونج ستاندينج بيرنيشس انيميا بيبقى معاه هاي ريسك اوف جاستريك كارسينوما، واتفقنا ان هو ما هو الا فيتامين بي 12 ديفيشنسي، بس سببه اوتو اميون ديزيز، انه في اوتو انتي بوديز بتطلع ضد البارايتال سيلز او ضد الانترنسيك فاكتور. حلو كده، حلو كده.